بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدوري أحيي السادة الوزراء، الجمع الطيب الكريم، الأسرة الإعلامية، سعيد جدا بتواجدي في هذا اللقاء الهام الذي يؤسس لثقافة اتصالية جديدة التي هي من حق المواطن في الاطلاع على كل ما يهمه في شؤونه العامة، وسيكون تدخلي خاص طبيعيا بالمدرسة والمدرسين والمتمدرسين على حد سواء. وتعلمون أن المدرسة في برنامج السيد رئيس الجمهورية تحظى باهتمام كبير وبأولوية كبيرة وبرعاية وباهتمام وبمتابعة دقيقة، ومكتسبات المدرسة في برنامج السيد الرئيس عديدة وتاريخية وغير مسبوقة والأمثلة كثيرة. فكذلك المدرسة في هذه المرحلة وشأنها شأن كل الأنظمة التربوية في العالم، وبعد الخروج من الجائحة عدت بسرعة وبثبات وبرصانة إلى التنظيم العادي للتمدرس. وتفضل السيد وزير الداخلية بالقول بأن هذا الدخول المدرسي كان ناجحا، يبدو لي الأمر هو كذلك وأشاطره في هذا التقييم، والتقييم في طبيعة بطبيعة الحال يأتي من غيرنا يكون ذي موضوعية، لكن على العموم تم الدخول بحمد الله في ظروف حسنة، في ظروف مطمئنة، في ظروف قارة ومستقرة، والتحق بالمدارس 11,145,598 تلميذ وما يقارب المليون موظف، يعني موزعين على ما يقارب كذلك 30,000 مؤسسة بين التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي. الدولة تعير اهتمام كبير للتعليم الابتدائي بصفته ووصفه مهد كل الأنظمة التربوية في العالم، ومن خلاله وبفضله وبفضل صلابته يؤسس لأنظمة تربوية ناجحة. ولهذا تلاحظون أن قرارات استراتيجية تاريخية أخذت بشأن هذا الطور، كإدراج اللغة الإنجليزية لأول مرة في تاريخ البلاد في هذا الطور، وكذلك كإعطاء مهمة تدريس التربية البدنية والرياضية في هذا الطور لأهل الاختصاص لأول مرة في تاريخ البلاد كذلك. وتم بحمد الله توظيف 12,877 أستاذ وأستاذة مكلفون بالتربية البدنية والرياضية، كما تم توظيف كذلك 4,144 أستاذ وأستاذة لتدريس اللغة الإنجليزية للسنة الثانية على التوالي، بعدما أن تم توظيف بعنوان السنة الفارطة 5,357 أستاذ وأستاذة، ليرتفع العدد عدد أساتذة الإنجليزية في الابتدائي إلى أكثر من 9,000 أستاذ وأستاذة. تعلمون كذلك أن السيد الرئيس ومن أولى قراراته بخصوص المدرسة قرر أن يعاد النظر في القانون الأساسي الخاص للموظفين المنتمين للسلك الخاصة بالتربية الوطنية، وعلى رأسها الأساتذة والأستاذات، لدراية السيد الرئيس بالدور الحاسم والفاعل والمهم في التنشئة وفي التدريس. وبالتالي ففي الأيام المقبلة إن شاء الله سيكون هناك قانون أساسي سيرتقي بالأستاذ إلى مصف المربي، وسيكون فيه الكثير من المكتسبات لأساتذتنا ولسائر موظفي القطاع. أما بخصوص التوظيف، والموضوع لهذا اليوم هو يخص التوظيف، فقطاع التربية الوطنية كان له حظ أوفر في التوظيف، سواء التوظيف الخارجي أو التوظيف الداخلي، وأقصد بالتوظيف الداخلي هي الترقية إلى الرتب الأعلى. وبلغ يعني عدد التوظيف الخارجي بعنوان الدخول المدرسي أو السنة الدراسية 23-24 بالنسبة للتوظيف الخارجي 240,738، التوظيف الداخلي أو الترقيات يعني الترقيات بلغ عددها 47,502، المجموع يعطينا 288,240 عملية توظيف بين توظيف داخلي وتوظيف خارجي، منها يعني 83.5% هي توظيف خارجي. أعيد الرقم، هو 240,738 موظف جديد بعنوان الدخول المدرسي الحالي. وهذا التوظيف يفصل كما يلي: بالنسبة للتوظيف الخارجي، كما تعلمون أخذ السيد الرئيس قرار حاسم
قرار كانت له تداعيات إيجابية جدا، سواء على استقرار القطاع، سواء على تحضير الدخول المدرسي 23-24، وهو إدماج 62294 أستاذ وأستاذة. أخذ القرار في مجلس الوزراء اليوم 11 ديسمبر 2022، وتم بالفعل إدماج هؤلاء في مدة قياسية، وهم الآن مدمجون ومثبتون في مواقعهم. كذلك كما تعلمون من بين التأطير المدرسي هناك خريجو المدارس العليا الأساتذة، وتم توظيفهم كاملا، يعني الكل تم توظيفه وعددهم 3577. كذلك تم توظيف كما قلت أساتذة اللغة الإنجليزية، وتم كذلك توظيف أساتذة التربية البدنية والرياضية، ثم التوظيف الآخر لست شهور، ما أتى بنا إلى عدد إجمالي لتوظيف لأسلاك التدريس يعني الأساتذة 112502. هذا بالنسبة لتوظيف أسلاك التدريس التوظيف الخارجي. بالنسبة للإداريين على اختلاف أسلاكهم تم توظيف 26770 إداري وإدارية في مختلف الأسلاك، من أعوان متعاقدين إلى أسلاك مشتركة إلى أسلاك خاصة بالتربية الوطنية. بالنسبة للتوظيف الداخلي تم ترقية 36000 أستاذ وأستاذة للمراحل التعليمية الثلاث. وبالنسبة للتوظيف الداخلي كذلك لأسلاك الإدارة تم يعني ترقية 11502، ما جاء بنا إلى العدد الذي ذكرته من قبل. وذات العدد نجد فيه عملية الإدماج لجهاز الإدماج المهني والاجتماعي في قطاع التربية الوطنية، الذي بلغ تعداده يعني تعداد الذين أدمجوا في قطاع التربية الوطنية هو بلغ 101466. يعني عملية الإدماج شملت في قطاع التربية الوطنية 101466، ما أدى بنا إلى الحصول إلى الرقم الذي ذكرته من قبل. التربية الوطنية الآن هي في تحول مستمر، وهذا بفضل برنامج السيد رئيس الجمهورية، وبفضل الإجراءات غير المسبوقة والإجراءات الجريئة والإجراءات الشجاعة والسيادية التي أخذت، والجميع على علم من هذه الإجراءات. نأمل في المزيد بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، ونراهن على الرقمنة في قطاع التربية تنفيذ كذلك لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. قمنا برقمة العديد من العمليات، ونتمنى إن شاء الله الذهاب إلى الكل الرقمي في قطاع التربية الوطنية لما تضفيه، لما تأتي به الرقمنة من شفافية ومن دقة ومن عدالة اجتماعية، وكذلك من الذهاب إلى الحلول القصوى في علاج كل ما يهم التربية الوطنية. إذن هذا هو العدد الذي تم توظيفه في قطاع التربية الوطنية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في تجسيد وتنفيذ ما تبقى من عمليات واردة في برنامج الحكومة والمنبثقة عن برنامج السيد الرئيس في الأجال المحددة لها. شكرا لكم على حسن صبركم وكرم إصغائكم.